السلام عليكم، شن حالك؟ طيب نتعرفوا بك. السلام سعيد مصباح الزواوي. قلنا التاريخ قداش اليوم؟ لا اله الا الله محمد صلى الله، هو اليوم لحد طبعا في ايام الله شهر 17/6/17/7. بعد القنوات المهجوره تقول ان العصابات الاجراميه المسلحه خش دخلت لمدينه بريقة، شن ترد عليهم انت موجود هنا؟ والله يرد عليهم شو له، كان في عصابات خاش انا من اشوف البريقة تو تشوف في الحلا بروحك، قاعدين فصل البريقة احنا بوجيش، يعني واحد يكره الامان؟ ما فيش حد يكره الامان، ما فيش الامان معنا ما يقدرش في المنطقه ونسيبوه. كلمه توجهها لاخوتنا في الشرق واحنا والله شنو نقول لك، يعني نقول لك خلاص، يعني ما حد بيتحشم علي وجهه، طيران يعني بدون الجو اللي دايرين لنا كله، طيران يضرب فينا يقتل فينا يا رجل، ما عادش فرق بين حد، ما عادش فرق بين هذا شنو وهذا شنو يا رجل، يقتل فينا كلنا، واحنا فيهاش يعني. كيف ما عندنا واحد تلقاه عمه في الشرق تلقى خاله في الغرب، يعني عرب وحده في الاخير بكل، عليش هذا كله؟ يعني واحد ربهم ويجوا يحاوروا ويقاعمزوا ويناقشوا واللي يبوا ياخذوه ما فيش مشكله بك، يعني جميع شيء متوفر غير قاعمز وناقش بس، يعني النيتو الاستعمار يضرب فينا صليب تو ما يضربش فينا اسلام، يضربوا فينا يهود، يقتلوا فينا، قتلوا في عيالنا يا رجل، طرطشوا في ابهاتنا، فجعوا في امهاتنا، خلونا ماساه يعني بصراحه، يعني لا ليل نهار الواحد يعرف يرقد من الطيران ومن القصف، بوارج طيارات هليكوبترات يعني. والله بالنسبه للقصف ما نحكيلكش، يعني الطياره والبارجه والجو ما نحكيلكش، 24 ساعه رعب البارجه وعلى البحر من هنا والطياره فوق منا. يقول لك جايين بيحموا المدنيين، بيقولوا يحموا المدنيين، ما فيش الكلام هذا. متواجدين في منطقه البريقة، والاشاعات اللي بتدور الاعلام يقولوا ان البريقة احتلت من قبل الصليبيين ومن قبل الجيران هذا لوباش، ولكن الحقيقة هي موجودة أمامكم، وهذا زي ما تشوف العائلات اللي مريت عليهم بيت بيت، والشارع هو أمامكم، ودليل أكبر دليل أنكم منطقة البريقة أمنين سالمين والحمد لله، الحافلات ترفع في الطالبات والطلاب للجامعات والحمد لله. يعني ما ننصح نصيحة لوجه الله لإخوتي، وهي مؤامرة سواء كانت على ليبيا أو على سوريا أو أي دولة ثانية. بالنسبة للعصابات المسلحة عندما بعد حد الأربعين جاي ما يقدروش يجوا، ومستحيل يجوا فهمت، وسابع مستحيلات انه يجوا، البريقة خط احمر، البترول خط احمر، معمر خط احمر، الضي ضربوه الحمد لله صلحناه، البنزينة ضربوه الحمد لله صلحناها، والامور هانية ما فيش اي مشكلة، بكل جرد في البريقة ما فيش، ما يقدرش يخش، لو خش مرحبتين فيه، هذا مين احنا يجي؟ معنويات الجيش كيف؟ معنويات الجيش مرتفعة، معنويات الشعب مرتفعة، والصغير يلعبوا وتوجد تصور وتشبحوا الناس دراجاتهم وبشكليطاتهم وامورهم هانية، الوقت اللي يكتفوا فيه من فوق ومن في ثلاث جبهات تلحقوا يضربوا حتى 10 جبهات، احنا ماذا بينا يضربونا حتى بالنووي باش نستريحوا بكم، المو يقتلونا ويخشوا لليبيا، فهمت؟ زي ما قال القائد غباوين يضربونا بالنووي، احنا نبوا نستفزوهم يضربونا بالنووي باش نستريح، بس هم البريقة احنا حيين لليبيا مستحيل باش يخش ياخذ البترول هذه كذا بحرام. كيف رد تعامل الجيش مع المواطنين في مدينة بريقة؟ الجيش هذا اخوتنا وشعب مسلح، احنا كلنا شعب مسلح، اللي ما عنداش خوف في الجيش عنده ابوه في الجيش، واللي ما عنداش ابوه عنده عمه، كلنا اخوت وكلنا ظن عم. بعض الاشاعات ترى القنوات تروج ان الجيش من نص مرتزقه، وان الجيش جاي بيقتل الناس وخاصه، شنو انت بما انك مواطن موجود هنا شنو ترد على الكلام يقولوا فيه؟ بالنسبه اللي قالوا الجيش نص مرتزقه، يعني توا ليبيا مستحقه جيش تجيب جيش من برا؟ ليبيا شاركت حروب في لبنان وشاركت في فلسطين وشاركت في تشاد وشاركت في اوغندا، مانيش مستحقين جيش، نطلعوا بالاسلاح، بالاسلاح زي ما قال القائد بالاسلاح، نمشي نكون صار كنس حيطه حيطه لو حاورنا كل على بعضها بجرذانها بفتاحها بشلقمها ببوشنتها حد، ان شاء الله ما في شيء مشكله بكره. كل شيء متوفر في مدينه البريقة، كل شيء متوفر، ماكله فيه وشراب فيه والضي فيه والبنزينه فيه بدار استخدم، والامتحانات الحمد لله شارفت على انتهاء كما انتهت، والامور هانيه ما في شيء مشكله، بكل عائلات وبنات واولاد وما في شيء. امتحانات الشهاده سنه ثالثه ثانوي، الامور مش تمام؟ لا والله تمام. بعض القنوات المهجوره تقول ان مدينه بريقة خشوا لها العصابات المسلحه وسيطروا عليها، انت شنو تقولي تو انك موجوده؟ صقع عليهم بس انهم يخشوا. كيف ريت تعامل الجيش وقوات الجيش ومعنوياتهم؟ لا والله احسن معامله. اليوم التاريخ 17/7، صالح برواق مكلف بإدارة المدرسة
نحن اليوم مرحلة التعليم الثانوي، امتحانات مرحلة التعليم الثانوي، تكليف لجنة طبعا الأستاذ ناصر تكليف اللجنة. نحن نبي نقول لكم على القصف المستمر في البريقة، رغم القصف المستمر في البريقة جديدة، نحن هناك الصامدون، أهل البريقة صامدون، حولنا اسم البريقة الجديدة إلى البريقة الصامدة، البريقة البطولة. ونحن كيف ما توعدنا من قبل أن صامدين كما صمد الأخ القائد الثورة في ليبيا رغم العدوان 45 دولة يضربون فيه، صمد الأخ القائد. نحن هنا في البريقة صامدون في أرضنا في وطننا ومع عربنا، ونحن نتوعد بحاجة واحدة أن نحن صامدون في البريقة والله ومعمر وليبيا وبس. بداية امتحانات إتمام مرحلة التعليم المتوسط الثانوي، ونحن في منطقة البريقة الصامدة صامدون رغم القصف العدوان الصليبي البربري الخليجي على ليبيا الحبيبة، لكن نحن صامدين، والطلبة اليوم مستمرين في امتحاناتهم، والمدرسة مستمرة واللجنة وكل شيء أمور تمام الحمد لله. والناس اللي يقولوا في كلامه كذا، وني نحن صامدين في البريقة، نحن هذا وطننا ليبيا أرضنا معنا وين نمشو. طبعا نحن في مدرسة خالد بن الوليد منطقة البريقة الجديدة، اجتمعنا من سكان منطقة البريقة المنطقة الأولى والثانية والثالثة، فتحنا مدرسة خالد بن وليد وتطوعنا في اللي مازال أصلا منا طالب ومازال يقرأ، تطوعنا كلنا ونقروا هنا ونقروا في الطلبة. الحمد لله اجتزنا مرحلة الابتدائي والحمد لله وضعنا تمام 100%، قاعدين الحمد لله محافظين على كرامتنا وعايشين في بلادنا، ما ناكلوش فضلة غيرنا والحمد لله تبارك الله. والحاجة اللي نبي نديرها ونادي ناس البريقة، عرب البريقة كلها قاعدة غادي، إذا كان في ضرر في البريقة هو من ناحية القصف، القصف فقط غير هيك ما فيش. ياريت تطمني عرب البريقة يعني، وياريت في نفس الوقت تردوا البلاد كم، تردوا الهل كم، تردوا الناس كم، تردوا الأحياش كم، لأن بصراحة زاد عن حده الموضوع، زاد عن حده. وأهو شهر رمضان جاء ويعني مفروض يجي بخير، وإن شاء الله يجي بخير. يعني مفروض أنتم كم تحلوا لنا القصة هي، ونقول في النهاية الجيش الليبي من أحسن ما يكون، مش هذه أول مرة نقوله، من أحسن ما يكون الحمد لله. يعني لو كان يعامل فينا بطريقة غير هيك، حاجة من اثنين، يا كنا نحن متنا إذا كان يقصف في ناس، يا كنا نحن متنا وما طلعناش قريب 20 مرة على التلفزيون، أو نحن كنا هجينا زي الناس اللي هجت كلها، كنا مشينا ما قعدناش، ما فيش حد جابرنا على نحن نقعدوا. وأكثر والدليل اللي يدل على شيء هذا أن القراية مستمرة، السوق مستمر، في وكال وفي شرب والحمد لله. تاريخ اليوم 17/7، بعد القنوات تقول ان العصابات المسلحه خشت من منطقه البريقه وسيطرت عليها، انت شنو تقول لهم؟ لا نحن نقولها كذب هذا، اي امنه حقوه البريقه امنه، تحت من تحت سيطره جيش المسلح. جيش المسلح كيف يعملوا فيكم جيش المسلح؟ والله كويس، ما فيش اي تعاملات مش كويسه هذه. لا كويسين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أول حال نتفرج تشرفوا بيك. مرحبتين. مرحبا بيك، كيف الحال؟ شنو أمورك تمام؟ اليوم التاريخ 17/7/2011. حكينا اليوم قالوا بعض القنوات مجهول تقول أن تم دخول عصابات مسلحة من بين البريقة. لا بالنسبة للبريقة الجديدة قاعدة الشركة تخدم، الأمور تمام، وقاعدين السكان في المنطقة الأمور كويسة وما فيش أي حاجة بالكل. قاعدين أمورنا 100%، دكاننا يشتغل وأمورنا تمام، وقاعدين حياتنا وكل شيء. ما تحركناش من البريقة بك. بعض الناس تقول ان البريقة تعاني من نقص الحاجات وما فيهاش اي شيء، شنو ترد عليهم انت؟ والله بالنسبة لهنا كل شيء فيه متوفر، بالنسبة لهنا كل شيء متوفر والامور تمام وتمام تمام، المدارس واليوم الثانوية قاعدة بديات ونشتغل وقاعدين في الشركة، واي حافل الشركة مدرسة قدام المحل، الامور كويسة ما فيش اي حاجة بك. ونحن عمالنا ما سيبناش بك، من 25 واحد قاعدين في عمان لعند حد اليوم هذا لعند تاريخ 17/7 ما زلنا قاعدين في عمان، والامور كويسة والحمد لله رب العالمين.
والله ينصر الجميع والامور تبدا كويسه الحمد لله. القصف هذا اللي والله بالنسبه لنا احنا ان شاء الله نقولوا يهنينا الله ونتريح وترد المياه المجاريه وتبدا الامور كويسه والجماعه اللي يكونوا في المنطقه الشرقيه يرجعوا هنا يجوا سكانهم والامور تبدا كويسه. شيء متواجد عرض قصف من هناك ولا شنو تقول هل هذا صحيح جاي يحمي في المدينه؟ نشهد الله ما يحمي في المدينه، نشهد الله ما دمرنا الا تدمير، شهاده على عظم رقبتي، هذه كلمه حق الواحد يقولها مخوف الا من الله. هذا الكلام اللي نقوله لك صراحة، وقاعدين في حواشينا ولا تدمر عندنا في حوش في شيء ولا شيء، وقاعدين في البريق أنا وأمورنا تمام تمام. والله الأمور أقسم بالله علي العظيم تو الخوف إلا من الله، الأمور القوات المسلحة إننا قاعدين والله ما أذى واحد ولا كلموا واحد ولا جوشر واحد، هذه كلمة الحق تنقال صراحة. قاعدين أمورهم 100% مسكين موقعهم وأمورنا تمام تمام معاها، والله ما يساعدوا فينا إلا مساعدة بصراحة أقولها لك، ونشهد الله شهادة ان امورنا 100%. هذا كلام نقوله لك، ونحن نقول للناس اللي في الشرق يرجعوا ونسلموا عليهن اللي غادي واخوتنا واخواننا ونسبتنا وكل شيء، ونتمنى انهم يرجعوا لحواشينهم وحواشينهم قعدات في حمايتنا وامورهم 100%. ما عندنا مش قوات مسلحه. هذا كلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد علي خلف الله. تاريخ قداش اليوم يعني؟ تاريخ 17/7. نشبح فيك الان تتجول بالسياره وكذا، لفيت في مدينه البريقه، وحاليا القنوات الماجوره تقول ان العصابه المسلحه دخلت لهذه المنطقه وتم السيطره عليها، انت شنو تقول لنا مواطن موجود في هذه المنطقه؟ انا نقول لكم ان العصابات والجرذان هذين مستحيل يخشوها البريقه مهما كان ومهما صار. واحنا قاعدين هنا اهل المنطقه، وتو كنت في السوق وجايب مصروفي وخضرتي والمحلات فاتحه واللحم والامور تمام 100%، ما فيش اي حاجه من الكلام اللي يقولوا فيها الجردان في الاذاعات المغرضه والهدامه.